نظم المجلس الشعبي الولائي لبجاية يوما دراسيا لتقييم أداء اللغة الأمازيغية أكاديميا وعلميا، أين قدم الباحثون في اللغة والهوية الأمازيغية من جامعات ولاية سعيدة وتمنرسة وباتنا عروضا أكاديمية لتوحيد أبجدية حروف اللغة الأمازيغية للعمل بها في المرحلة المقبلة في إطار توسيع إدماج اللغة الأمازيغية في مؤسسات الدولة. المزيد في ميكروفون ربح صايش. هذا اللقاء فيه العديد من الآراء حول التمازيق، وأنا شخصيا راح نتدخل حول الأشهر الشمسية في عند إيموها وكيفية توزيع المنازل. عندنا أربع منازل رايحين نهضروا عليهم، ونركز في المداخلة نتاعي على المنزلة المتعلقة بالجانب نتاع المنزلة الشتوية اللي فيها سبع نجوم. تلك النجوم موزعة، كل نجم عنده 13 يوم، وكي نجمعوهم لقاو 90 يوم، معناه 90 يوم في الشتوية وما يقاربهم أو ما يقارنهم في الجانب تاع النشاط الفلاحي. تمازيغ لي طا دي ليو لي بيرسبكتيف يوكنا نبين باللي تمازيغ داغن هذه وسط تركيز تشدو ترصي الشعب الجزائر كدو الجزائري هذه وسط لان تدو الواحد ونقمو تستوي اين دي الهان تسالا ماين الهان كدو الجزائري تيكدو الجزائر كنمثلا يوكنا دني تمازيغ تسا هاكا ندين داك مشوار نينس هاكا هذا ودعا الأساتذة المتدخلين إلى تفعيل قانون عضوي تؤسس لخارطة طريق تسير عليها مراحل تطوير أداء اللغة الأمازيغية وإنشاء أكاديمية لها مع توفير إمكانيات ووسائل لتطوير مشروع تعميم اللغة الأمازيغية. ميكروفون لربح صايش. السقي تمازيغ الصغارين تك ثمن راست سلا بسكرات لا مرة ثمي وين تموت معنا خصنت ولا لن أي غرب لا خاطر يلاق القانون ثمن داوث الجزائري ديالنا المادة تصرف عام تمازيغ تاعنا وتونسيف إلى قصيدي للقانون العضوي اللي يخدم تفعيل الاعتراف بالتمازيغ كلغة وطنية ورسمية. تفعيل هي أسيفك إني منقار لا في دروت ورقة طريق مشارت ثقموس مازيغ مشارتها في مني صغر الزاد ومن بعد القوانين اللي زانت المؤسسة مرة هذه الحونت على حساب القانون.